هل دعاء دخول القرية يقال حتى في دخول مكة والمدينة؟ كل بلد، كل بلد إذا أقبلت عليه تدعو بالدعاء الوارد عند دخول البلد. نعم. يقول هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم، الاعتكاف عبادة، يجوز في المساجد في رمضان وغيره، لأنه عبادة، يجوز في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان أفضل. نعم. يقول إذا رأى الإنسان شيء كظلم إنسان على آخر وغير ذلك، فهل يشهد على ذلك من غير أن يطلب منه الشهادة؟ إذا كان ما علم أن عنده شهادة، ما علم عن شهادته ويبي يضيع الحق، إن لم يشهد فإنه يشهد من أجل أن لا يضيع الحق. أما إذا كان هناك شهود غيره ولم يحتج إليه فإنه يسكت إلا إذا طلب منه أن يشهد. نعم.